أهلا بكم. لقاء جمع قادة حزب الإصلاح اليمني بوليي العهد السعودي والإماراتي أثار ردود فعل الكثير ما بين مرحب ومشكك. فهل تغيرت المعادلة بعد مقتل صالح ورهان التحالف عليه وصار من اللازم تقبل الجميع وطي صفحة الخلافات؟ أم أنه تكتيك مرحلي ولن نرى نتائج طيبة على الأرض؟ هل سيعود الرئيس هادي إلى عدن وتبدأ الحكومة بالعمل؟ وتتوقف الإمارات عن دعم الحركات الانفصالية في الجنوب وإلغاء التشكيلات العسكرية التي أنشأتها أيضا، وتغلق أيضا المعتقلات السرية لتتوحد الجهود لمحاربة الإرهاب الإيراني حد تعبير وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؟ مشاهدينا، بداية نشاهد هذا التقرير وبعد نعود، ابقوا معنا. صورة تجمع قادة حزب الإصلاح اليمني بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد. تطور جديد في الملف اليمني لم يتوقعه الكثيرون، فعلاقة كلا الطرفين ليست على ما يرام، وهناك نقاط اختلاف كثيرة لم يتفق التوافق عليها بعد. لكن اللقاء الذي يعد الأول من نوعه أثار موجة كبيرة من ردود الفعل في الشارع اليمني والخليجي ما بين مرحب ومشكك في أهداف هذا اللقاء. وهل هي رغبة حقيقية في حلحلة المشاكل الداخلية داخل التحالف العربي والقوى اليمنية؟ أم هو تكتيك مرحلي يتطلبه الوقت الراهن بعد أن رهن التحالف على ورقة صالح في مواجهة الحوثيين قبل أن يمني بالخسارة؟ محاولة الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي آخر باتجاه الرياض وفشله بعد إعلان السعودية اعتراض منظومتها الصاروخية له في سماء الرياض يظهر بأن التهديد الإيراني على يد الحوثيين يتطلب توحيد الجهود اليمنية الخليجية لمواجهته، والتي من بينها إيجاد تفاهمات على إدارة المرحلة المقبلة تحترم فيها الشراكة بين الحكومة اليمنية وقواها السياسية والمنظومة الخليجية بقيادة السعودية والإمارات. في الميدان لا يبدو أن الأمر اختلف كثيرا، فالإمارات التي تعرقل تحرير محافظة تعز بسبب تخوفها من تواجد حزب الإصلاح هناك حسب تصريحات لمسؤولين حكوميين لم يتغير فيها الأمر شيئا. فعملية السهم الذهبي لتحرير الساحل الغربي التي تقودها الإمارات تتجاهل تماما مدينة تعز وتمر بمحاذاتها على الرغم من أهمية تحرير المدينة لضمان نجاح العملية العسكرية والهدف الأساسي منها وهو استعادة ميناء الحديدة. وزير الشؤون الخارجية الإماراتية خرج مصرحا بعد هذا اللقاء بأن حزب الإصلاح أعلن فك الارتباط بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأن الوقت حان لاختبار النوايا، فيما أعلن الحزب في أكثر من مناسبة بأنه لا يتبع أي تنظيم خارجي وأنه حزب يمني المنشأ والانتماء. لكن السؤال هنا، من يختبر نوايا من؟ ألا يحق لليمنيين اختبار نوايا الإمارات والتزامها بأهداف التحالف من خلال عدم استهداف وحدة اليمن وإلغاء التشكيلات العسكرية التي أنشأتها خارج منظومة الجيش اليمني والسماح للرئيس هادي بالعودة إلى وطنه والحكومة بالعمل في المحافظات المحررة؟ الأيام القادمة كفيلة بإظهار صدق النوايا حد تعبير متابعين. أهلا بكم من جديد. بداية دعوني أرحب بضيفي هنا في الأستوديو سيد ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد ياسين. تطورات مهمة حدثت خلال الأسبوع الماضي وتلتها أيضا تطورات أهم، خاصة مع إطلاق الحوثيين لصاروخ آخر باتجاه الرياض. الآن بما يخص لقاء وليي العهد السعودي والإماراتي بقادة حزب الإصلاح وهو الأول من نوعه، خاصة بما يتعلق ولي العهد بولي العهد الإماراتي، هناك معسكرين حتى الآن، هناك من يشكك بهذا اللقاء وبنتائجه وبنجاحه، وهناك من يرحب بذلك. أنت في أي معسكر ترى نفسك فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي هشام ولمشاهدي قناة الحوار. أنا من الفريق الذي يرحب بهذا اللقاء ويعتبر أن انعقاد هذا اللقاء من حيث المبدأ هو الأهم، لأنه ما من أحد كان يتصور أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان سيفتحان صفحة جديدة مع تجمع اليمني للإصلاح بعد أن دفع باتجاه تغذية حملة عنيفة إعلامية وضد الإصلاح طيلة الفترة الماضية، وازدادت وتيرتها بعد إعلان الحصار على قطر على خلفية يعني فرضية تقول أن الإصلاح أو إخوان اليمن تحالفوا مع قطر لمحاربة السعودية. هذه الفرضية من حيث المبدأ طبعا لا أساس لها، لا قطر تريد محاربة السعودية ولا الإخوان المسلمين بطبيعة الحال يريدوا محاربة السعودية.
الإصلاح بما هو جزء من حركة الإخوان المسلمين، أنا أعتقد أنه بات حزبا يمنيا أصيلا، وعبر في أكثر من موقف بأنه حزب جزء من البيئة السياسية اليمنية، وقبل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو اليوم جزء من التحالف العربي المناهض للانقلاب الذي شارك فيه صالح قبل أن يقتل، والحوثيون الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يحكمون سيطرتهم على صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، ويواجهون التحالف ويواجهون الحكومة الشرعية. كان طبعا من المثير للاهتمام أن تتبنى أبو ظبي على وجه التحديد ثم السعودية بإعاز من أبو ظبي هذه الحملة الشرسة ضد شركاء ميدانيين مهمين وأصيلين في المعركة. فإذا كان هؤلاء يعتقدون أن الحوثيين أداة مهمة من أدوات إيران التي تلعب بها في منطقة حساسة ومهمة بالنسبة للأمن الإقليمي، وأعني بهم الحوثيين، فلماذا إذن لا يتم الحسم العسكري وإنهاء نفوذ هذه الميليشيا؟ خلال الفترة الماضية اتجهت الأمور يعني نحو يعني أهداف فرعية يعني واضحة للعيان. الإمارات أصبح هدفها هو الخلاص من الإخوان المسلمين أو من تصفهم بالإخوان المسلمين، عملت كل ما بوسعها هي والمملكة العربية السعودية لإعاقة التقدم العسكري في محافظة تعز، لخذلان المقاومة في محافظة تعز، على اعتبار أن الإخوان المسلمين أو التجمع اليمني للإصلاح هناك له النفوذ الميداني والعسكري والسياسي في هذه المحافظة. نعم. يعني أنا أعتقد أنه أن هذا اللقاء مهم ومطلوب، مهم مفيد لليمن ومفيد للمملكة العربية السعودية وللإمارات. لكن قلت أيضا بأنه صفحة جديدة، هذا اللقاء يمثل صفحة جديدة، لكن ما الذي يؤكد بأن هناك فعلا صفحة جديدة فتحت وبأن الخلافات قد طويت؟ أتمنى أن يكون صفحة جديدة، لكن أنا توصيفي لهذا اللقاء بأنه انفتاح حذر. ويكفي مثلا أن اللقاء عرفناه من خلال صورة فوتوغرافية، يعني هؤلاء لو كانوا يكنون نوايا حقيقية سليمة تجاه تجمع الإصلاح لسمحوا على الأقل بالتصوير التلفزيوني، لكنهم استكثروا على قيادة الإصلاح الصورة التلفزيونية التي كان يمكن أن تدخل في التاريخ وتعبر عن هذا اللقاء بصورته الحميمية، أو تنقل على الأقل صورة واقعية وليس صورة جامدة كالتي نراها في الصورة الفوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية لها دلالة كبيرة جدا على أنه لا زال هناك، لا زلنا في مرحلة الانفتاح الحذر، ولكن هذا الانفتاح في نهاية المطاف فرضته عوامل موضوعية. يعني التطورات الدراماتيكية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خصوصا مقتل صالح على وجه التحديد الذي كان ورقة الرهان بالنسبة للإمارات على وجه التحديد، وبالنسبة للسعودية التي بدأت تقبل بفكرة الاعتماد على هذه الورقة جريا وراء الإمارات العربية المتحدة، هذه الورقة كانت تعني بأن التحالف يقاتل في اليمن لا لتمكين الشرعية وأدواتها ومحمولاتها السياسية من قوى سياسية وأحزاب وشخصيات، وإنما يقاتل من أجل إعادة تخليق نظام سياسي يتفق مع أولويات هذا التحالف ويحمل له الجميل. كان يريد أن يهدي هذا الجميل لفريق سياسي آخر غير الشرعية وغير الأحزاب المحسوبة على الشرعية. وتعتقد أن هذه الورقة سقطت؟ هذه الورقة والرهان سقطت، هذا سقط؟ ولكن الإمارات والسعودية لم ييأسوا. اليوم هناك قصص تؤلف حول بطولة صالح وحول وصايا صالح، بمعنى أنه هناك تهيئة لإعادة تخليق نظام سياسي يعتمد على تركة صالح السياسية والعسكرية. وأنا أقول هنا أن علي عبد الله صالح لم يترك شيء، لا تركة سياسية ولا تركة عسكرية، كل ما في الأمر أنه أبقى اليمن متخلفا، وخصوصا المحافظات المحيطة بصنعاء أبقاها جاهزة لكي يأتي وريث الإمام ويأخذها من جديد ويعتمد عليها في إسقاط النظام الجمهوري. اليوم نحن أمام تحدي كبير جدا، هناك إمكانية هائلة للقضاء على الحوثيين ولإعادة تمكين الشرعية ولإعادة اليمنيين إلى قطار التحول السياسي نحو الدولة الاتحادية الديمقراطية، ولكن الأمر مرهون بالنوايا الحسنة للتحالف. طيب. وليس بالنوايا الحسنة للإصلاح كما ما الذي يمثل حزب الإصلاح سيد ياسين؟ نتحدث عن هذا اللقاء مهم بقادة حزب الإصلاح من قبل ولي العهد السعودي والإماراتي مع هؤلاء القادة. أيضا اليوم التقى أمين عام حزب الإصلاح بالسفير الروسي، وقبلها بأيام يوم الاثنين أيضا التقى بالسفير الأمريكي. أيضا هذه اللقاءات لم تعقد مع أي طرف يمني آخر بهذا الشكل. البعض يتساءل ما الذي يمثله حزب الإصلاح حتى يعني يكون كل هذا اللغط حوله؟ حزب الإصلاح الآن هو أكبر حزب سياسي متماسك ويمكن أن يشكل حامل سياسي لمرحلة ما بعد
القضاء على الحركة الحوثية الطائفية الإيرانية. وهذا ربما يشكل قلقاً بالنسبة للآخرين. بالتأكيد، ولكن هذا الحزب في تقديري هو جزء من العملية السياسية، وليس مهيمناً عليها، وليس وصياً عليها كما كان يفعل المؤتمر الشعبي العام أو كما يفعل الحوثيون الآن. المؤتمر التجمع اليمني للإصلاح قبل باللعبة الديمقراطية بأصولها، وهذا الأمر ليس جديد. من منتصف التسعينيات قبل بشراكة سياسية ودخل الانتخابات، وكان شريكا للمؤتمر الشعبي العام في حكومة ائتلافية، وقبلها كان شريكا للحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام أيضا في حكومة ائتلافية. ثم جاءت تجربة حكومة الوفاق الوطني بعد 2011، وكانت حكومة يعني كان له 3 مقاعد أو 4 مقاعد، إحداها ذهب لشخص مستقل ولكن محسوب على الإصلاح. الإصلاح قبل باللعبة الديمقراطية والتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية، ليس عبئا على العملية السياسية وليس مخيفا كالحركات الأيديولوجية الأخرى مثل الحوثيين. إذن عندما سقطت ورقة صالح، وهذه الورقة لم تكن الإمارات والرياض أيضا ترهن عليها، وإنما حتى الغرب كان يرهن عليها، والمسألة هي تنطلق من مخاوف من إمكانية وصول قوى متطرفة أو تمكن قوى متطرفة. اليوم لم نعد نسمع حتى صوتا للمتطرفين، للقاعدة، لداعش، أين هم؟ أين اختفوا في حقيقة الأمر؟ حتى يعلم الجميع أن هناك، أن حتى الإرهاب أصبح ورقة يلعب بها أكثر من طرف. فإذا يعني اللقاء اللافت بين السفير الروسي وأمين عام الإصلاح، اللقاء اللافت بين السفير الأمريكي والأمين عام الإصلاح، تعرف أن أمين عام الإصلاح في 2013 لم يمنح تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، بينما هذه التأشيرة منحت لممثلي الحركة الحوثية في ذلك الوقت، ولم يصدر عن السفارة الأمريكية أي تفسير لماذا لم تمنحه تأشيرة للدخول للولايات المتحدة الأمريكية. هذا تطور بالفعل، الناس بدأوا يدركوا أن الإصلاح حزب مسؤول، حزب يمكن التفاهم معه، يمكن بناء شراكة مستقبلية معه، يمكن أن يملأ الفراغ. الناس قلقين من أن تذهب البلاد إلى الفراغ. السلطة الشرعية، لا يعني هذا تجاوز الرئيس عبد ربه منصور، الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى الآن فشل في إقناع التحالف وفشل في إقناع القوى الغربية أيضا بأنه الشخص الذي يمكن أن يملأ الفراغ أو الشخص الذي يمكن أن يستفاد منه في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب. وما الذي يمكن أن يحققه؟ لعوامل موضوعية كثيرة، الحكومة أيضا لعوامل موضوعية كثيرة. لهذا أنا أعتقد أنه الكتلة السياسية المتماسكة الآن تمثلها الإصلاح، وربما بمستويات أقل هناك أحزاب مثل الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وغيرها من الأحزاب التي يمكن أن تشكل قوام كتلة سياسية وطنية حاملة للمشروع السياسي خلال المرحلة المقبلة. هناك تصحيح أو ما يشبه تصحيح للمواقف أو إعادة قراءة أو مراجعة للمواقف السلبية من التجمع اليمني للإصلاح التي حشرت هذا التجمع للإصلاح في 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 زاوية ضيقة أو حصرته ضمن صورة نمطية باعتباره، وهذا طبعا مخالف للواقع باعتباره أحد روافد ما يسمى بالحركة السنية الواسعة. طيب، هذه التي تغذي الإرهاب. قبل قليل تحدثت بأن هناك تقارب حذر بين الطرفين سواء الإمارات أو حتى حزب الإصلاح. وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش تحدث عن اختبار النوايا، أي ربما أن هذه المرحلة ما بعد اللقاء اختبار النوايا، لكن دعنا نرى مثلا بعد هذا اللقاء الذي مضى على انعقاده أيام، ما زالت السجون الإماراتية مفتوحة، السجون السرية، ولا أحد يعرف عن المعتقلين فيها. ما زال أيضا يعني مسألة تحرير تعز لم تحسم حتى الآن، ومن أبرز يعني الأسباب التي أدت إلى عدم حسم المعركة هناك وعرقلة إماراتية وتحدث بها بشكل واضح محافظ محافظة تعز. أيضا المنشآت العسكرية الإماراتية ما زالت مقامة على جزر يمنية دون موافقة الحكومة، وما زال الرئيس عبد ربه منصور هادي خارج البلاد وحكومته غير مفعلة في عدن. فأين هي النتائج من هذا اللقاء؟ أوكي، هذا الكلام صحيح، ما قلته هو صحيح بالفعل. الذي يحتاج للتعبير عن نوايا حسنة هو الإصلاح وليس الإمارات. الإصلاح تعرض لظلم كبير خلال المرحلة الماضية. هل المطلوب من الإصلاح
أن يغير البناه التنظيمي على سبيل المثال، أو يحدث تغييرات في نظامه الأساسي كحزب صبغة إسلامية على سبيل المثال؟ هل يريدون اختباره ميدانيا؟ هل الفترة الماضية هذه لم تكفي ليتأكدوا من أن تجمع اليمين الإصلاح جزء من الشرعية الدستورية في البلاد وأحد الدعائم الأساسية للسلطة الشرعية التي يدعمها التحالف؟ أنا أعتقد أنه هذه الكلمات التي صدرت عن أنور قرقاش هي نوع من العبارات المرسلة التي بطبيعة الحال تريد أن تعطي انطباعا بأن هذا الانفتاح فعلا انفتاح حذر ولا ينبني على نوايا حسنة من طرف الإمارات، من طرف أبو ظبي، من طرف التحالف، وليس من طرف التجمع اليمني للإصلاح. تجمع اليمني للإصلاح هو مكون يمني وأيد بشكل معلن تدخل التحالف العربي، ولن يقدم أكثر من ذلك. في هذه النقطة اسمح لي السيد ياسين، في لقاء سابق اجتمع ولي العهد السعودي بقادة حزب الإصلاح قبل أن يأتي هذا الاجتماع، فهل تعتقد بأن قادة حزب الإصلاح طلبوا من ولي العهد السعودي بأن يجمعهم مع محمد بن زايد، أم أن ولي العهد السعودي هو من عرض على قادة حزب الإصلاح بأن يجمعهم في لقاء واحد مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد؟ طبعا اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي جاء بعد تغيرات مهمة، بعد ماذا أقول، بعد إطلاق الصاروخ الأول على الرياض، وأنبنى على يعني عوامل موضوعية، بمعنى أن ولي العهد السعودي كان يريد أن يطمئن أن السعودية أمامها تحديات كبيرة من ضمنها وأخطرها التحديات الآتية من اليمن، وأنه لا يستطيع أن يخوض معركة حسم في مواجهة الحوثيين باعتبارهم أداة إيرانية ما لم تكون الجبهة متماسكة، وما لم يكن قد اطمأن بأن الفريق المحسوب على الشرعية فعلا ليس متذمرا نتيجة مجموعة من السلوكيات والتصرفات التي أشرت إليها في بداية هذا اللقاء، وهو استهداف التجمع اليمني للإصلاح وهو قوة أساسية في معسكر الشرعية، استهدافه إعلاميا وشيطنته في الوقت الذي أظهر كل النوايا الحسنة في دعم التحالف وتأييده. فأراد أن ربما ولي العهد السعودي أن يعطي انطباع بأن هناك صفحة جديدة يجب أن تفتح مع هذا الفريق السياسي في المكون للشرعية اليمنية. في هذا اللقاء يقال أن قادة الإصلاح تساءلوا لماذا هذا الموقف من الإمارات، لماذا هذا الموقف السلبي من الإمارات تجاه الإصلاح، ما الذي حدث تحديدا، يعني ما الذي يريده، يعني هم لم يطلبوا ربما لقاء ولي العهد الإماراتي لكن طرحوا مجموعة تساؤلات، لماذا هذه الهجمة الشرسة علينا، يعني ماذا تريدون منا أن نفعل أكثر مما قد فعلنا. فيقال أنه وعدهم بترتيب هذا الأمر مع الجانب الإماراتي، أو بمعنى تسوية هذه المشكلة مع الجانب الإماراتي، فجاءت هذه التسوية في شكل لقاء عالي المستوى مع الجانب الإماراتي، وهو ما تم بالفعل في الرياض من خلال اللقاء الذي جمع قادة الإصلاح مع ولي العهد السعودي ومع ولي عهد أبو ظبي، بحضور أيضا مسؤولين كبار ذي صفة أمنية واستخباراتية من الجانبين. وهذا يعني أن الأمر هنا، يعني هناك من يذهب إلى القول أن الإصلاح ربما وجه بمجموعة أسئلة أو إملاءات فيما يتعلق بدوره خلال المرحلة المقبلة، وهناك من قال أن التحالف وضع الإصلاح في صورة الترتيبات المقبلة التي تجعل من المؤتمر الشعبي العام ونقل المخلوع صالح جزء أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، وعليه أو يتعين عليه أن يدعم هذه الترتيبات. كل هذه لا زالت يعني في طور التكهنات، أو بمعنى رهن التكهنات، يعني لا توجد معلومات دقيقة. لكن الذي أتوقعه أنا أن الاجتماع ربما هدف إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الإصلاح ذاته، لأنه الحسم العسكري وهو أنا أعتقد أنه خيار المرحلة المقبلة، أو حتى أي ترتيبات سياسية ذات صفة جذرية تتطلب أن يكون الإصلاح جزء من هذه الترتيبات، دون يعني والتخلص من 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 مرحلة سابقة حكمها اللغط والتوتر في العلاقات بين شركاء يفترض أن تتمتع علاقتهم بقدر كبير من الانسجام. ما أمله هو أن يكون هذا اللقاء فعلا مفتاح لإعادة الاعتبار لدور التجمع اليمني للإصلاح في سياق العملية السياسية اليمنية، نعم، وبناء الثقة فعلا بين مكونات الحلف الذي يقاتل اليوم على الأرض اليمنية من أجل استعادة يعني ما ذكرته فعلا تخمينات، وهناك
ما كان معلناً وظاهراً كما صرح به رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي، قال بأن اللقاء مثمر وناقش أوجه يعني استقرار اليمن وعديد من الملفات المتعلقة بالشأن اليمني. أيضاً أنور قرقاش خرج بعد الخطاب وقال بأن الإصلاح فك ارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين، رغم أن الإصلاح قد أعلن ذلك في أكثر من مناسبة. لكن دعنا ننتقل إلى يعني نقطة أخرى المتعلقة الآن بإطلاق صاروخ آخر من قبل الحوثيين على السعودية وتحديداً في الرياض، وهو تطور مهم على صعيد المعركة العسكرية بأن يستطيع الحوثيون أن يطلقوا صاروخاً يصل إلى الرياض وتستطيع المنظومة الصاروخية أن تعترضه في الرياض وليس في أي مكان آخر. الآن على ضوء هذه المتغيرات، هل سيندفع الجميع من أجل توحيد جبهة واحدة يكون من خلالها كل القوى اليمنية في مواجهة ذلك؟ لكن اسمح لي سيد ياسين أن أستضيف معنا أيضا عبر الهاتف لنسمع أجوبة أخرى أيضا مع السيد عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح. أهلا وسهلا بك سيد عدنان، وهنا السؤال حول طبيعة اللقاء الذي جمع قادة حزب الإصلاح بولياء العهد السعودي والإماراتي، هل من خطوات تم الاتفاق عليها في هذا اللقاء؟ لا، هو طبعا اللقاء طبيعي في سياق مواجهة يعني التحدي الكبير الذي يواجه المنطقة كلها، وهو التحدي الإيراني وحلفائه في المنطقة، هذا الحلف الكبير والعريض الذي فيه دول وأيضا فيه كيانات، وكان لابد من حلف عربي يعني فيه دوار وايضا فيه كيانات. في هذا السياق تم اللقاء، وهذا اللقاء يعني يهدف في الاساس الى تقويه جبهه الشرعيه اليمنيه التي يقودها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وازاله المعوقات وتوضيح اللبس الذي كان حاصلا في بين بعض مكونات التحالف، لا سيما يعني اللبس الإعلامي الذي كان حاصل يعني، وتم توضيح كثير من القضايا، وأعتقد أنه يزيل اللبس إلى حد كبير يعني، وقد صار طيب ملموسا الآن من خلال التعاطي الإعلامي يعني. طيب بعد توضيح هذا اللبس، هل من متغيرات؟ هل سيتم الإفراج عن المختطفين من أعضاء حزب الإصلاح في سجون مختلفة في المحافظات الجنوبية؟ هل ستتوقف أو سيتوقف التجيش الإعلامي بحق حزب الإصلاح؟ هل من تعاون في الأيام المقبلة من أجل تحرير مدينة تعز كنتائج لهذا اللقاء؟ والله هذه القضايا هي في الأساس من أجندات السلطة اليمنية، الدولة اليمنية يعني. الإصلاح لا يحمل هذا الملف معه، هو يحاول أن يزيل المعوقات التي تمنع المساعدات من أن تصل إلى الحكومة اليمنية أو تمنع الدعم كما كان يقال يعني، يذلل للحكومة بعض الصعاب، لكن في النهاية ملف الجيش والأمن هذه مهمة الحكومة اليمنية، والإصلاح لا يقدم نفسه بديل عنها. لكننا نتمنى من الحكومة اليمنية يعني أن تتحرك خطوات سريعة، وخاصة يعني أن هناك انفراجات في هذا الجانب في العلاقات، فيفترض انه الملف الامني هذا يكون اولويه يعني، خاصه في المناطق المحرره، ليس فقط اعضاء الاصلاح ومقرات الاصلاح فقط، بل عوده المؤسسات الرسميه للدوله يعني. يفترض ان تعود مؤسسه الرئاسه والحكومه ووزاره الداخليه والاجهزه الى العاصمه المؤقته عدن، وهذا سيكون مقدمه طبيعيه ومنطقيه لتحرير بقيه المناطق وفتح الحصار وفك الحصار عن تعز مثلا يعني. اما في حال انه تعذر عوده الحكومه فنحن ايضا سنكون واحد من يعني من الضحايا، لكن اذا كانت الحكومه قد تذللت لها العوده، وهذا ما نطالب به ونؤكد عليه، من انه الشرعيه يجب ان تقوى، وفي المحصله فان تقويه الشرعيه هو تخفيف من العبء الملقى على التحالف العربي يعني. عوده الشرعيه ليس يعني لا يستهدف التحالف العربي، بالعكس هو يخفف من التحالف من العبء الموجود على التحالف العربي الذي يفترض ان مهمته العسكريه هي تسهيل يعني تقويه الشرعيه واعادتها الى عاصمتها المؤقته. اذا اشكرك جزيل الشكر نائب الدائره الاعلاميه لحزب الاصلاح سيد عدنان العديني، كنت معنا عبر الهاتف. سيد ياسين، كنا نتمنى ان نستمر بهذا الموضوع خاصه بما يتعلق بالجانب الحكومي وموقفها ايضا من هذا اللقاء، لكن هناك موضوع اخر ومهم جدا، وهو التصريحات البريطانية المتعلقة بالأزمة الإنسانية في اليمن ودعوتها للتحالف العربي بفتح المجال الجوي أمام المساعدات الإنسانية
سنناقشها من عدة زوايا، لكن مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. كيف قاربت تركيا ثورات الربيع العربي وكيف تعاملت معها؟ ما أهم متغيرات الموقف التركي من الثورات ودولها في السنوات السبع الفائتة؟ وما هي الآفاق المستقبلية للعلاقة بين تركيا ودول الثورة وقواها في العالم العربي؟ تركيا والربيع العربي موضوع الحلقة القادمة من برنامج أوراق تركية، يأتيكم الخميس الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كلام كبير. هل تؤيد رقابة الزوجة على الزوج؟ أنا ضد الرقابة. والله أنا ليس شأني أن أصدر فتاوى على حياة الناس. يا مآمني بالرجال يا مآمني بالمي بالغربال، شو رأيكم؟ لا احنا ما فهمتش حاجة. أسهل حل هو الطلاق. لو كنت متزوجة ترى حيكون جوابك نفسه، الطلاق أسهل حل. بس مش ممكن يعني انك تقول له طلقني، يعني دير بالك علي اكثر. يا ستي ماشي. ليش الزوجة يحق لها ان تراقب الزوج؟ لا، لانه دائما الزوجة هي المضحية اكثر من الرجل. هو ليه في كل مرة لازم على الست هي اللي تستحمل وهي اللي تعدي زلات الراجل؟ من حقي اعرف اسرار زوجتي، لكن العكس بقى لا يجوز. كيف سينظر الزوج إلى زوجته لو أنه دائما يرى في عيني زوجته نظرة الشك والريبة؟ هو اللي خلاها يصير في عندها الشك والريبة. أنا ما اقتنعت أبدا. لك شو لك علاقة؟ ما حتخوفني بهالطريقة. لا هون بدي اسمع صراحة، ما بقدر. وجوز حضرتك هيشوف الحلقة دي؟ نعم. وأنا حنقضيها يعني تصليح وحاجات وكده يعني. مراتك عندها تلفزيون؟ عندها تلفزيون. هتسمع الحلقة دي؟ لا إن شاء الله لا. معلش نحن الرجال ما نبقى نفسر هاي المواقف على أنها بعض رجولة. وين الخصوصية صوفية بقى؟ ركزي معايا، أنت سرحتي. أنا ما. حلو قوي. إذن هذا التصرفات وهذا النهج لا يقيم الحب ولا يبني بيتا. أنا كمان أقدر أقول إن أنت حلو. أنت ضد إنه وحدة تعجب فيك، هذا كلام صحيح. ما أنا كمان ست وعايزة الرجالة يعني يعجبوا فيا وأنا عايزة. المدام في البيت هتقول حاجة على القصة دي؟ ما عدا تلفزيون أمور بخير. كلام كبير الموسم الثاني يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المحور من الحلقة، نناقش الأزمة الإنسانية اليمنية على ضوء تصريحات وتحذيرات أممية وبريطانية أيضا بأن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم الآن، وتحذيرات بريطانية للتحالف العربي بضرورة فتح المجال الجوي أمام المساعدة الإنسانية. أعود مجددا إلى ضيفي في الأستوديو السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. إذن سيد ياسين، لعلك سمعت، إذن قبل أن نذهب في السؤال دعنا نشاهد هذا التقرير لنتعرف على تفاصيل أكثر حول ما الذي يجري في هذا الملف وبعد نعود، ابقوا معنا. في أحدث تصريحات للأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية اليمنية، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن 22 مليون إنسان يمني يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، أي ما يعادل 90% من مجموع السكان. هذه التصريحات جاءت عقب تحذيرات مستمرة تطلقها المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة من أن اليمن يشهد في الوقت الحالي أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
على ذات الصعيد، دعت وزيرة التنمية البريطانية في زيارتها للسعودية إلى ضرورة فتح المجال الجوي اليمني لدخول المساعدات الإنسانية وضرورة فتح معبر بري لدخول السلع التجارية، كما اتهمت في الوقت ذاته الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين. لكن في المقابل كانت السعودية قد أعلنت في أكثر من مناسبة السماح باستخدام مطار صنعاء لإيصال المساعدات إلى اليمن لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها السكان. دخول بريطانيا على الخط وتحذير وزير خارجيتها بوريس جونسون من أن التاريخ قد يرى أن المجاعة التي يعاني منها سكان اليمن قد استخدمت كأداة للحرب، يضع تساؤلات عدة حول مصداقية الموقف البريطاني. فالسعودية حليف مهم لبريطانيا وأهم زبائنها في شراء الأسلحة، حيث تؤكد تقارير على أن السعودية أبرمت صفقات شراء أسلحة مع بريطانيا بما تقدر قيمته بأكثر من 4 مليارات جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015. فهل الرغبة البريطانية في وقف تدهور الوضع الإنساني في اليمن صادقة؟ أم أنها تستخدم هذا الملف ورقة سياسية مع أكبر مصدر للنفط في العالم؟ مؤخرا وبعد إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض واعتراض الدفاعات الصاروخية السعودية له، يتخوف السكان اليمنيون من تكرار ردة الفعل السابقة التي اتخذتها السعودية بإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية، ردا على إطلاق الحوثيين لصاروخ سابق باتجاه مطار الملك خالد في الرياض، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع جنوني بأسعار السلع التجارية وتدهور أكبر في الأوضاع المعيشية المتدهورة أساسا لليمنيين. أهلا بكم جديد. إذن سيد ياسين، كيف يفهم من خلال أو كيف يفهم تصريحات وزير الخارجية البريطاني بأن أو حذر فيها التحالف بعدم استخدام التجويع كسلاح؟ وأيضا وزيرة التنمية البريطانية أيضا قالت بأنه يجب فتح المجال الجوي أمام المساعدة الإنسانية وأيضا فتح معبر بري لدخول الأسلحة التجارية، كيف يمكن فهم الموقف البريطاني؟ أنا أعتقد أن الحكومة البريطانية الآن هي أكثر الأطراف الدولية تحركا فيما يتعلق بالملف اليمني، والمسألة هي مرتبطة بالضغوطات وحجم الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها الحكومة البريطانية من خلال أطراف عديدة، من خلال الصحافة البريطانية، من خلال منظمة المجتمع البريطاني التي لا تتوقف عن النقاش والضغط على البرلمان وعلى مجلس العموم البريطاني. الحكومة البريطانية ربما هي واحدة من أكثر الحكومات تعرضا للضغوطات على خلفية التطورات والأحداث في اليمن. بطبيعة الحال المواقف غير الحكومية في بريطانيا مناهضة للحرب في اليمن منذ اللحظات الأولى، وهناك انحياز حتى واضح وبين لصالح الحوثيين. حتى المنسق الشؤون الإنسانية وهو بريطاني لا زال حتى هذه اللحظة في صنعاء ودائما يتبنى مواقف مؤيدة ربما للحوثيين، وهناك انتقادات كبيرة من جانب الحكومة الشرعية. وزير الخارجية البريطاني قاد جهد دبلوماسي في خلال الأسبوع الماضي أدى إلى عقد الرباعية في أبوظبي، والرباعية هي مجموعة الوزراء الأربعة الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي. وهذه الرباعية إضافة إلى عمان، لكنها لم هذه الرباعية كانت قد تحولت إلى خماسية بناء على بيان رسمي من وزارة الخارجية البريطانية عندما عقد آخر اجتماع لها في لندن. الاجتماع الذي عقد في أبوظبي خرج بسلسلة من الإجراءات، ربما كان واحدة من بينها هو الانفتاح على القوى السياسية خصوصا بعد مقتل صالح. وهناك تصريح من السفير البريطاني في اليمن وتصريح أيضا للمتحدث باسم الخارجية البريطانية الذي قال بصريح العبارة أنه يتعين تكتيل اليمنيين في مواجهة طغيان الحوثي على خلفية الممارسات العنفية التي يقوم بها الحوثيون ضد أنصار صالح في صنعاء، وبعد أن سقط الرهان على ورقة صالح في حقيقة الأمر. حتى اللقاء محمد بن زايد وولي العهد السعودي مع تجمع اليمن الإصلاح ربما بني على هذه النصيحة، وعلينا أن نلتفت إلى أن هذا الاجتماع كونه عقد بدون حضور عمان فربما كان هناك مجموعة من الترتيبات التي ربما
يعني هي أصلا وضعت لصالح التحالف ولإخراج التحالف ولتأمين مخرج يعني يليق بالتحالف قبل أن يتورط أكثر وأكثر في المستنقع اليمني. على هذه الخلفية يمكن فهم المواقف البريطانية ربما، لكن أنا لا أعتقد أن هناك تطور جذري في الموقف السياسي البريطاني من الحرب في اليمن، لا زالت الحكومة البريطانية تتعاطى بمرونة مع أبو ظبي ومع الرياض باعتبار. لكن الحديث الآن عن الموقف البريطاني تجاه الأزمة الإنسانية. لكن هذا مؤشر على أن ربما أنا أعتقد أنه الاستهلاك السياسي أيضا عندما يصدر تصريح من وزير الخارجية البريطاني في هذا الاتجاه. لكن في نهاية المطاف هذا يلخص أن هناك ضغط دولي متنامي على التحالف، وهو الذي دفع التحالف في نهاية المطاف خصوصا من المملكة العربية السعودية لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية الخاصة بالأمم المتحدة وفتح ميناء الحديدة أمام السفن الإغاثية. وهناك بيان صدر من التحالف العربي بالأمس على الرغم من سقوط صاروخ آخر في الرياض كان يستهدف القصر الملكي، ومع ذلك البيان أكد على أن الميناء سيبقى مفتوحا لمدة شهر. وكان لافت أيضا أن هذا البيان اقترن باختبار مدى تطبيق المقترحات الأممية، وهذا في إشارة واضحة إلى مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وهي مقترحات مرفوضة من جانب الحوثيين، ولا أعتقد أن الحوثيين سيقبلون بها مطلقا، لأن هذه واحدة من هذه المقترحات هي أن توضع ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة تحت إدارة محايدة. طيب بالعودة إلى نقطة سابقة المتعلقة بالموقف البريطاني تجاه الأزمة الإنسانية، مثلا لنأخذ على سبيل المثال ما طالعتنا به صحيفة الجارديان البريطانية في مارس من هذا العام، قالت بأن بريطانيا باعت أسلحة للسعودية ما يقدر بعشرة أضعاف مبلغ المساعدات الذي تقدمه لليمن. إذن كيف يفهم هذا التناقض البريطاني تجاه يعني الأزمة الإنسانية في اليمن، وفي ذات الوقت ما زالت تبيع أسلحتها للتحالف العربي بقيادة السعودية؟ هذا ما حاولت أن أوضحه قبل قليل، وهو أن الحكومة البريطانية بالفعل تتعرض لضغوطات من المنظمات المجتمع المدني ومن الصحافة البريطانية، لكن في نهاية المطاف بريطانيا لها مصالح حقيقية وراسخة مع السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة ومع دول في مجلس التعاون الخليجي كثيرة. هذه المصالح تقدر بالمليارات، وبالتالي الموقف البريطاني يأخذ هذه الصفة المراوغة إلى حد كبير، يعني في الوقت الذي يذهب إلى التلميح يعني جهة التحالف أو من طرف التحالف أنه عليه أن لا يستخدم المجال الإنساني أو كوسيلة من وسائل الحرب، وهذا تصريح وهذا انتقاد يعني حاد في حقيقة الأمر. ولكن أنا في تصور أنه لا زال يمكن اعتباره جزء من الاستهلاك الإعلامي الداخلي. طيب عن طبيعة الوضع الإنساني دعنا نستضيف معنا أيضا عبر الهاتف السيد زيد العليا مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن. أهلا وسهلا بك بداية سيد زيد، وهنا الحديث عن تصريحات وزيرة التنمية البريطانية في زيارتها للمملكة العربية السعودية الذي دعت من خلاله إلى فتح المجال الجوي أمام المساعدات الإنسانية وأيضا فتح معبر بري للسلع التجارية. لكن كيف تدخل الآن المساعدات الإنسانية لليمن؟ سيدي الكريم، شكرا لإتمامكم. أولا نحن نقول مرارا وتكرارا في كل بياناتنا التي نطرحها بالأمس القريب، يوم أمس قام السيد جيمي ماجد ديريك من الشؤون الإنسانية بإطلاق ما يعرف بوثيقة الاحتياجات الإنسانية. نحن لا نتحدث عن السماح للطواقم الإنسانية أو البواخر الإنسانية بالدخول عبر ميناء الحديدة، بالنسبة لنا الأهم هو السماح بالبواخر التجارية التي يعتمد عليها أكثر من 80% من اليمنيون. الكارثة الإنسانية في اليمن ستسوء بشكل أكبر مما نحن عليه فيما نحن الآن. وثيقة الاحتياجات الإنسانية تضمنت بأن هناك ما يقارب من 22 مليون و2 من عشرة يمنيين محتاجين إلى أي نوع من المساعدة الإنسانية، منهم فقط 11.3% هم الذين في احتياج مساعدة إنسانية عاجل وشديد. نتحدث عن طيب دعني أستفسر منك سيد زيد، يعني حول هذه النقطة، حاليا لا يسمح بالسلع التجارية بالدخول إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة؟ ليس بالشكل الكافي أخي الكريم، وعلى مضض لا يسمح لها جميعا، ولكن تم رفع الحظر بشكل بسيط جدا وليس بالشكل المطلوب الذي يساعد على 3
كارثة إنسانية في اليمن التي تعتبر هي الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم حاليا. طيب ما الذي يمنع ذلك؟ كل التصريحات تقول من قبل التحالف العربي بأنه بعد تفتيش في أي سفينة تستطيع أن تدخل إلى اليمن وليس هناك أي حصار كما يروج عنه. كما أسلفتم سابقا أخي الكريم، تم التحالف رفع نوعا ما من الحصار القائم على المواني، ولكنه ليس بالشكل المطلوب، ولا زلنا نحن نقوم يقوم موظفونا مثل السيد جيما قدرت مسؤول الشؤون الانسانيه والسيد جورج خوري ديما قبل اوتشا في عهد متواصل مع كل الاطراف من اجل تسهيل وصول المساعدات، ليس فقط المساعدات الانسانيه ولكن ايضا السلع التجاريه التي كما قلت سابقا بان 80% من السكان في جميع اليمن يعتمدون عليها. طيب الان مع قرب المعارك من محافظه الحديده وتقريبا قد دخلت هذه المعارك هذه المحافظه، البعض يتخوف على ميناء الحديدة، ما مصير ميناء الحديدة إن اقتربت المعارك التي يقودها التحالف العربي باتجاه السيطرة على هذا الميناء؟ في وقت سابق الأمم المتحدة حذرت بأن إذا تم إغلاق معبر ميناء الحديدة ستفاقم الكارثة الإنسانية، هناك دعوات تأتي إلينا بأن يتم تحويل المساعدات إلى ميناء آخر، ولكن نقوم ردا على هذا بأن التكلفة ستكون كبيرة علينا. نحن هذه السنة التي على وشك الانتهاء نعمل بميزانية لا تزيد عن 61% من المبلغ الذي تم طلبه للخطة الاستجابة الإنسانية. إذا تم تحويل المساعدات وإيصالها عبر منافذ أخرى ستكون التكلفة كبيرة ماليا وأيضا بشريا، ولا نستطيع الآن في هذا الوقت أن نتحمل هذه الأعباء. الميناء الحديدة يعتبر ميناء حيوي وشريان مهم جدا من اجل ايصال المساعدات لكل المناطق الموجوده في اليمن وبالذات في المحافظات الشماليه حيث يطبع العدد الاكبر من السكان الذي يحتاجون الى مساعدات انسانيه. طيب هل وفر لكم التحالف اي بدائل من اجل الانتقال الى مثلا ميناء عدن في الجنوب الذي يسيطر عليه التحالف والحكومه الشرعيه وقالوا بالامكان ان تعملوا من هذا الميناء، يعني هل بالامكان التفاهم مع التحالف العربي من اجل هذا الخصوص؟ أجبت على سؤال السيد الكريم وقلنا وتم الرد على هذا الطلب بأنه بالإمكان أن نعمل من أي ميناء آخر ممكن جدا، ولكن كما قلت لك التكلفة ستكون أكبر مما هي عليه وسيكلف الأمم المتحدة أكبر مما هو مقدور عليه. قلت لك نحن نشتغل بعجز مالي خطط الأسجاب الإنسانية التي طلبها السيد ديما قدرت في شهر فبراير 2017 كانت 2.1 مليار أو 3 من 10 بعد التفشي الكبير للكيروان، لم نستلم منها إلى صناديق الأمم المتحدة إلا ما يقارب من 61%، وإذا تم تحويل المساعدات عبر ميناء غير ميناء الحديدة ستكون التكلفة أكبر مما هي عليه، ولا نستطيع أن نتحمل هذه الأعباء ليس ماليا فقط ولكن أيضا بشريا. طيب يعني من الناحية الأخرى أيضا ربما سمعت عن لقاء وزيرة التنمية البريطانية بمسؤولين سعوديين ومطالبتها بفتح المنافذ بشكل أكبر والسماح بدخول السلع التجارية، هناك أيضا ضغوط دولية حول مسألة دخول المساعدة الإنسانية والسلع التجارية، هل تلاحظون يوما بعد آخر بأن هناك فعلا تسهيلات من التحالف لدخول هذه السلع؟ على حد علمي ليس تم فتح الميناء الحديدة يعمل لكن ليس بشكل كافي، مثلا نتحدث في يوم 8 ديسمبر تم وصول ناقلتين نهاية تحمل 1.3 طن من الحبوب وايضا دخلت ايضا سفينه اخرى لبرنامج الغذاء العالمي، ولكن لم افرغت حمولتها، ولكن يوجد سفن اخرى تنتظر دخولها الى ميناء الحديدة والصريف. كما قلت انفا يجب ان يتم فتح المواني بشكل اكبر مما هي عليه ويتم السماح بدخول ليس فقط المواد الانسانيه الغاز الانسانيه ولكن معذرة أتحدث عن أيضا الناقلات التي تحمل مواد نفطية. أنت تعلم أن الوقود مهم جدا من أجل ضخ المياه للمناطق الكبيرة، هناك أكثر من 16 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على مياه نقية، الوقود مهم جدا من أجل تشغيل المستشفيات بسبب عدم وجود الكهرباء وتحتاج المولدات إلى وقود من أجل تشغيلها، هناك ما يقارب أكثر من 50% من المرافق الصحية لا تعمل، والكارثة الصحية في اليمن كبيرة، أكثر من 14 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على خدمات صحية أساسية، وهذا ظاهر جليا في التفشي الكبير للكلى التي بلغت الحالات فيه قد تكاد تصل إلى المليون، وقمنا باحتوائه بشكل كبير
ولكن الحصار الموجود الان على والتقييد من وصول الادويه والدواء الى الموانئ سوف يؤثر على عملنا ويجعل ما حققناه من تقدم وانجاز في مكافحه الكرة وامراض اخرى ويعود الى التراجع ويظهر تفشي الكرة من جديد. طيب في اخر سؤال سيد زيد واسمح لي، هل يوجد هناك معبر اخر او منفذ اخر لدخول المواد او المواد الاغاثه الانسانيه او السلع التجاريه؟ نتحدث مثلا عن مطار صنعاء وغيرها من او لو هناك موانئ اخرى، ام ان هناك فقط ميناء الحديده الذي ما زال يعمل؟ هناك مواد اغاثيه تصل الى مطار صنعاء، كل ما اقول له هو الحاجه الى زياده فتح هذه المداخل بشكل اكبر مما هو عليه. نعم كما قلت الكارثه الانسانيه في اليمن كبيرة جدا سيدي الكريم، اتحدث كما قلت عن 17 مدينه 8 من 10 يمني يعانون من انعدام امن غذائي، من هؤلاء الناس 8.4 من 10 مليون يعانون من امن غذائي من انعدام امن غذائي شديد جدا، بمعنى ان هؤلاء 8 مليون و4 من 10 على شفا مسافه او مرحله واحده من المجاعه، واذا استمر الصراع على ما هو عليه تضع حياة ملايين اليمنيين. نعم. على شفاء الموت. إذا أشكرك جزيل الشكر سيد زيد العليا المسؤول الإعلامي والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. سمعت سيد ياسين لما ذكره ضيفنا قبل قليل عن الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون وعن أوضاع أيضا المنافذ التي منافذ سواء كانت موانئ أو مطارات، كيف تقيم أداء التحالف العربي في فتح هذه المنافذ وأداء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات؟ في الواقع التحالف العربي مقصر تقصير شديد في هذا الجانب، والمنظمة الدولية أيضا مقصرة تقصير شديد في هذا الجانب. التقصير هنا لا يتعلق فقط بالصعوبات الميدانية وإنما أيضا بالنوايا التي لا تتوفر لا لدى التحالف ولا لدى المنظمات الدولية. منذ البداية الجميع يعرف أن الحرب تسببت في كارثة إنسانية كبيرة جدا، ويتحمل التحالف العربي جزءا من هذه الكارثة من زاوية واحدة، هو أنه عامل على إضعاف دور الحكومة خلال طيلة الفترة الماضية، وكان يمكن للحكومة أن تقوم بدورها الأساسي في إغاثة المتضررين من الحرب في المناطق التي تسيطر عليها أو في المناطق التي تستطيع الوصول إليها أو الأنصارها يسيطرون عليها، وخصوصا في محافظة تعز، ولكنها لم تفعل. أضعفت دور الحكومة الشرعية في عدن وأغلقت ميناء عدن وأغلقت مطار عدن وأغلقت مطار الريان ولم تفتح سوى مطار سيئون، وكان هناك دائما هذه المطارات مطار عدن ومطار سيئون دائما ما كانت تتعرض للإغلاق. هناك تفريط بصلاحية السلطة الشرعية التي أدت إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية. المنظمات الدولية لا تستطيع حتى هذه اللحظة أن تدعي بأنها وقفت بصرامة في وجه الممارسات الحوثية التي أدت إلى مفاقمة الوضع الإنساني. الحوثيون ساهموا في مصادرة المساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول إلى مستحقها. الوزير البريطاني اتهمت الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات. نعم، وهذا الذي فاقم من المأساة الإنسانية. هناك توظيف من قبل الحوثيين للمساعدة الإنسانية لخدمة المعركة العسكرية، وهذه إشكالية كبيرة. كان على المنظمة الدولية أن تفضح هذه الممارسات ولكنها لم تفعل للأسف الشديد. هناك انتقادات ربما توجه للحكومة لكن لا توجه بالقدر نفسه للحوثيين، وهذه هي المشكلة. لكن الحقيقة هو أن هناك مأساة إنسانية كبيرة جدا. هناك دعم يقدم من مركز الملك سلمان ودعم سخي جدا، ولكن هذا الدعم أيضا لا يصل بالقدر الكافي ولا بالمستوى المطلوب إلى مستحقيه، وربما أيضا هناك جزء من هذا الدعم ذهب إلى المنظمة الدولية لإسكاتها وليس لإغاثة الشعب اليمني. هناك من يمارس أو من يعتبر هذه المأساة التي يعانيها الشعب اليمني مجرد ورقة للعب فيها لممارسة الضغط على هذا الطرف أو ذاك، لكن في حقيقة الأمر الوضع الإنساني كارثي في اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتنبه وعليه أن يتصرف بمسؤولية تجاه هذه الأزمة. وأنا أعتقد أن التطورات الحالية الآن في الفترة الأخيرة ستعمل على تكريس هذا الوضع الإنساني، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليتهم بأمانة ومسؤولية ونزاهة، سواء المنظمات الدولية أو التحالف العربي أو الحكومة الشرعية. على الحكومة الشرعية أن تكون صادقة في مخاطبة التحالف العربي وتسأله بسؤال جريء وصريح، لماذا عملت طيلة الفترة الماضية على تحييد ميناء عدن؟ وكان بإمكان ميناء عدن، إذا كنت أنت قلق من إمكانية تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، لماذا عطلت ميناء عدن؟ لماذا لم تضغط بالشكل الكافي على المنظمات الدولية لتحويل المساعدة الإنسانية باتجاه هو أجاب قبل قليل، قال بأن الأمم المتحدة لا تستطيع تحويل يعني دخول مساعداتها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن لأن هذا سيتطلب تكاليف أعلى لا تستطيع المنظمة الوفاء به، لذلك يقولون بأن أقرب سبيل هو ميناء الحديدة.
هذه مغالطات نوعا ما، لان هذه المساعدات ايضا لا تصل الى مستحقها في 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 المناطق التي تشهد معارك ومواجهات مسلحه، لان الطرف الذي يهيمن على مناطق العمليات والاشتباكات هم الحوثيون. اذا كان يعني ما هو الفارق؟ يعني صنعاء يعني تبعد انا اعتقد عن الحديده مسافه يعني 250 كيلو مثلا، لكن صنعاء تبعد عن عدن 300 كيلو، الفارق 50 كيلو، يعني ليس الفارق ليس كبيرا اذا افترضنا ان صنعاء هي المقياس. وعلى هذا فقس، يعني مثلا تعز هي اقرب الى عدن منها الى الحديده. فكلام المتحدث باسم منسقية الشؤون الإنسانية في صنعاء ليس دقيقا بالكامل. يعني إذا كانت صنعاء ليست قريبة بالقرب نفسه من الحديدة، فمناطق كثيرة في اليمن ليست قريبة من الحديدة بالقدر الكافي لقربها من عدن. إذن كان لابد من توازن ولابد من مجموعة من الإجراءات، لكن التحالف ارتكب أخطاء، المنظمة الدولية ارتكبت أخطاء، وجميع الأطراف ارتكبت أخطاء، والذي دفع الثمن هو اليمنيون الذين لا يزالون حتى الآن تحت الحصار. نعم. ولا يزالون يواجهون الجوع والخوف والأمراض حتى هذه اللحظة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، كنت ضيفنا في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة، نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.